معايا عبر الهاتف الآن تليفون مهم جدا، الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد اسكندريه. كابتن طارق مساء الفل على حضرتك، منور الدنيا كالعاده. مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك. تحياتي يا كابتن طارق، مهمه جديده وبالتاكيد مش هقول مهمه صعبه ولكن ممكن تبقى صعوبتها بس من طموحات كبيره لجماهير الاتحاد وثقه فيهم في حضرتك انك ان شاء الله تقدر تعمل حاجه. مفيش شك طبعا، طموح جماهير الاتحاد كبير جدا وسقف طموحه بيعلى من يوم ليوم مع فرقته، وده اللي اتمنى ان انا احقق له كل النجاحات اللي يرضي طموحات جماهير نادي الاتحاد ومجلس اداره. خليني اقول ان مفيش شك اتحاد جديد مع فريق الاتحاد، خاصه ده بيتي، وانا سعيد جدا جدا بالتواجد داخل القلعه الخضراء نادي الاتحاد السكندري. ويمكن من زمان، مش عاوز اقول لك كانت امنيتي، لكن كان لها توقيت معين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون السنه دي هي اول دخول ليا على راس الاطار الفني في نادي الاتحاد السكندري. اتمنى ان انا احقق طموحات الجماهير وطموحات مجلس الاداره، واشكرهم جدا جدا على ثقتهم، خاصه استاذ محمد مصالح ومجلس اداره الموقر والجماهير كلها، جماهير الاتحاد السكندري اللي انا لقيت صراحه منهم تاييد والتفات كبير جدا جدا داخل القلعه الخضراء. صحيح. هسالك طبعا على الصفقات اللي انت حسمتها واختياراتك لقائمه الفريق للموسم الجديد، بس بدايه كده هسالك، هل عمار حمدي ومحمد محمود خلاص مش مع الاتحاد الموسم القادم؟ لا حاليا. ما سمعتش حضرتك يا فندم، معلش. ايوه بالظبط. احنا اخرنا الاعراض خالص. يعني خلينا نقول ان احنا اتكلمنا في اطار ان احنا عاوزين نعمل استمراريه وثبات فني للفريق من خلال عقود ممتده تمتد على الاقل 3 سنوات. هايل. في بلان قصير لمده 3 سنوات وبلان اطول شويه لمده 5 سنوات. فخلينا ده مبدا الاعارات اخر حاجه، لما ما نلاقيش في الاماكن الايرجنت قوي اللي محتاجه اعارات هنبتدي ندور على الاعارات. فحاليا احنا كل تفكيرنا في جلب صفقات تستمر على الاقل 3 سنوات داخل النادي. صغار السن ننزل بالاعمار بشكل كبير جدا جدا في بعض المراكز المهمه، وبنعمل مزيج بين الخبرات وبين الشباب وبين اللعيبه اللي هي البرومس للوعد. ممكن تكون لعيبه مغموره لكن عندهم يعني شغف كبير جدا جدا في تقديم شيء جيد لنادي الاتحاد السكندري، وده الصفات اللي انا دايما بدور عليها، الاراديه. فالحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بخطى ثابته. صحيح. طيب كابتن طارق، هل فعلا طلبت طاهر محمد طاهر من الاهلي؟ حاليا حتى لا. حتى الان لا. بس هو في حساباتك. يعني خلينا نقول برضو الـ 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 الاختيارات في الاخر في الاعارات يعني برضو حسب الاماكن اللي احنا عاوزينها، خاصة ان احنا لنا علاقة كبيرة جدا ممتدة مع النادي الاهلي ومع الزمالك ومع كل الاندية. فكل الامور مفتوحة. طيب. في الاختيارات يمكن انا ده مأجله شوية في خلال الفترة اللي جاية، وهنشوف ايه الوضع اللي ممكن يتم خلال وضع الفترة اللي جاية. خلينا نقول الاحتياجات هي اللي هتقرر مدى احتياجنا للاعارة او لا. عظيم جدا. انت قلت لي ان في احتياجات معينه، هل حضرتك حطيت المراكز اللي انت محتاجها دلوقتي؟ يعني اقدر اعرفها كمراكز بس مش كاسماء. ما فيش شك، احنا بندعم على خط حراسه المرمى وبندعم على خط الدفاع، وده يعني الخط المهم جدا. بندعم على صعيد برضه وسط الملعب، وكذلك برضه على صعيد الخط الامامي. يعني احنا في الاربع خطوط بندعم بشكل كويس جدا خلال الفترة اللي فاتت ديت والحالية. يعني في ورش عمل مفتوحة بيني وبين خاصة أستاذ محمد مصالحي عشان نقدر ندعم الفريق بالعناصر اللي احنا عاوزين ندعمها بشكل كويس تضيف في نادي الاتحاد. ما بتفرقش معانا اللعيب في دوره ممتاز أو لعيب الدرجة الأولى، المهم اللعيب جيد، خامة كويسة جدا تقدر تفيد النادي على السنوات اللي جاية بشكل كويس جدا في مشروع ابتديناه وابتدينا نحققه على ارض الواقع في تاسيس يعني فريق، بنايه فريق جيد يقدر يحقق طموحات نادي الاتحاد السكندري مجلس الاداره. صحيح.
صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد الاسكندراني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.